عليه وعليهم السلام. مثل ما هناك في كربلاء الحسين، حيث الأرض التي صارت بمرور الزمان دولة وأمة، هكذا الحال هنا في أستراليا. مجالس العزاء منتشرة أينما حل المؤمنون الذين يحرصون على تعريف العالم بالقضية الحسينية. الحمد لله قد فتحت الحسينيات أبوابها أو أبوابها للمعزين على أبي عبد الله الحسين السبط الشهيد وذكر عاشوراء وكربلاء. هذا الذكر المبارك الذي في الحقيقة يلمس الروح، لأن أرواحنا كلها عزاء على مصاب أبي عبد الله الحسين وفي القلوب حرارة. بدأنا موسم عاشوراء لهذا العام 1446 هجرية في مدينة سيدني وأستراليا كلها في هذا اليوم، وإن شاء الله احنا مستعدين للعزاء الحسينيات والمساجد والمراكز الإسلامية كلها في أستراليا على قدم وساق، بدت تحضيراتها قبل أسبوعين. We are here to serve Imam Hussein and his family, peace be upon them, during نحن هنا لخدمة الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته الأطهار خلال شهر محرم، حيث قمنا بتصميمات لتمثيل واقعة الطف من أجل إحياء ذكرى عاشوراء. في ترتيب هذا المكان يعني إحياء لتلك الذكرى، يعني يمثلون واقعة الطف بمجسمات لطيفة يعني وتعبانين عليها. الجالية المسلمة في أستراليا دأبت على التحضير لشهر محرم وما فيه من طقوس تظهر للعالم أدبيات القضية الحسينية وأهدافها. اليوم مدرسة أمير المؤمنين، واجبنا أن نعرف الإمام الحسين عليه السلام للغرب. التعريف إلى أنحاء متعددة، واحد من هذه الأنحاء أنه نتلو سيرة الإمام الحسين عليه السلام ونعرف الآخرين بشخصية الإمام الحسين عليه السلام، كيف قام، لأجل ماذا قام. وأكو نقطة ثانية قد تكون هذه النقطة عملية وتكون ممكن مفعولها أنجع من النقطة الأولى، وهي أن يكون سلوكنا سلوك حسين. بالنسبة للعدد، بالنسبة للحسينيات، بالنسبة للهيئات، المساجد كلها تملأ بخدمة الحسين ومريدين الحسين. ويمثل الإمام الحسين عليه السلام النبراس الحقيقي للرسالة المحمدية ورمزا لتعاليم الثورة والإباء والتضحية، فضلا عن رسالة المحبة بين الأمم. نشكر الله ونشكر الإمام الحسين على خدمته وفضله في هذه الليالي المباركة، نخدم فيها الجمع المبارك في هذه الحسينية المباركة في دار الغربة أستراليا، نخدم الشباب والناس هنا في هذه الحسينية لخدمة المولى أبي عبد الله الحسين، واتمنى الله قبول هذا العمل. لقناة العراقية محمد عرب استراليا. You want to know Allah, you have to go through أهل البيت عليهم السلام. When we recite and say